وحول هذا الإنجاز يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دولة الكويت سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثامنة، نبارك لكم بالطبع هذا الفوز المستحق. ماذا يعني لكم هذا الفوز بجائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح للمعلوماتية؟ أولا التحية والتقدير إلى جميع الأخوان المشاهدين. في الواقع يعني أن هناك قيادة حكيمة لهذا البلد العزيز، وهناك عهد زاهق دائما في إنجازاته تتتابع. هذين المشروعين الأساسيين الذين تم من خلالهم تحقيق هذا الإنجاز، أتى كل واحد بتوجيه مباشر من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المعظم حفظ الله ورعاه. في نفس الوقت هناك اهتمام ومساندة أيضا من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. هذا يعني أن هناك أولا أصبح لدى الوزارة من خلال هذا الدعم المستمر هناك قدرات كبيرة وكفاءات متميزة. أصبحت المنظومة الإلكترونية اليوم تطبق في وزارة التربية والتعليم في مدارسها في قطاعاتها، وهذا نقل التعليم لمرحلة متقدمة اتضح من خلال التعامل. اليوم احنا كوزارة التربية والتعليم نعمل جهدنا بجهد متواصل وبطاقة متجددة ولله الحمد، لكي يستطيع أبنائنا الطلبة أن يواكبوا المسيرات التطورية في مختلف دول العالم. اتضح أخي الكريم كما تفضلت في الخبر أن هناك جهد اتضح وكان صورة واضحة بعيدة عن أي مزايدات أو بهرجة. هناك جهد كبير اتضح في خلال الأزمة التي مرت على العالم. وزارة التربية والتعليم شغلت بشكل كبير وبكفاءة قادرة من خلال تكاتف وتعاضد الميدان التربوي والمسؤولين في الوزارة والقائمون والذين يعملون بجهد ومتابعة من خلال الإدارات المعنية. والدليل على ذلك لما تنظر إلى خلال العامين الدراسيين في وسط هذه الظروف لم ينقطع التعليم. عدد الزيارات المتكررة لموقع الوزارة بشكل مستمر أكثر من 134 مليون زيارة. ماذا يجد الطالب؟ ماذا يجد ولي الأمر؟ ماذا يجد أيضا المعلم؟ يجد هناك مواد وضعت على البوابة من أول ما بدينا في 2015، وازدادت هذه مع التواصل في تنفيذ هذين المشروعين المتطورين. هناك جهد لا توضع مادة على موقع الوزارة إلا بعد التدقيق عليها من ناحية المعلومات، من ناحية الجودة، من ناحية وصولها أيضا للمهتمين بها. وأصبح ولله الحمد أن الميدان التربوي من خلال المعلمين المدرسين وحتى الطلبة أصبحوا يقومون بإعداد مواد ولله الحمد بعد التقييم يتم عرضها. اليوم هذه الجائزة التي تمت في دولة الكويت الشقيقة أتت بعد خضوع مشروع الوزارة للتحكيم من قبل متخصصين في الجانب الإلكتروني والمحتوى الرقمي، ولله الحمد كانت هذه النتيجة. فكانت وزارة التربية والتعليم هي الجهة التعليمية على مستوى وزارة التي حصلت على هذه الجائزة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وأصبحت من الجوائز التي يتطلع إليها جميع المختصين في هذا المجال. نعم، نجدد لكم التهنئة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، كنت معنا من دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.